الله تعالى يوجب على العباد ما يمتحنهم ما يختبرهم، صحيح، ولكنه إذ يفعل ذلك فإنه لا يطلب منهم الكثير، يعرف أن البشر عاجز وأنه بخيل وأنه حريص، فلذلك لا يكلف الله إلا بما لا يزعجه حقيقة. المال مالك، ولكن إذا قال لك الشرع بعد أن يبلغ المال النصاب وأن يمر عليه حول كامل فأعطي، كم تعطيه؟ عشرا، نصف العشر فقط، بمعنى أنك الآن مطالب بأن تعطي جوج ونصف المئة، الشيء الآخر خليه عندك. إذن لم يطلب الله منك 50%، طلب منك القليل لأن المثيل مال أثير وساكن في القلب، ولكن إذا كنت هاد زوج ونصف ما تعطيهمش هذيك مشكلتك مشكلة أخرى، معنى هذاك التدين ديالك كل ادعاء. ولذلك قاتل أبو بكر مانعي الزكاة، قاتلهم لأنهم كانوا يدعون الإسلام فقط، لا الذي يمنع الزكاة فقد ركنا من الدين. ولا ينسى عليه أن يقول أنا أصلي وأصلي وأحج وندير العمرة، خلي العمرة ديالك عندك، هذا فرض فيجب أن تؤديه بفقهه بفقهه. سول العلماء، شيجي أنا كذا كذا وعندي واحد الولد بغى يقرأ ونعطي له الزكاة باش يقرأ، شنو هي تقلع منا وتجيب هنايا ولدك؟ هذاك استثمار، تقلع الفلوس منا وتعطي لولدك باش يقرأ في أوروبا باش يجي هو يخلف لك ياكل، لا ماكش تدير في شي لاجئين ولا شي منقطعين. قلعت لولدي تمشي تعطيته كذا مسكين ولا يمشي السي ولدك تحمله ولا اسمح ولا اجمع حوايجك، هذاك ولدك راك تستثمر فيه، المال اللي تعطيه لولدك غدا يردوا لك، يخرج دا غدا يجي الطبيب وتقول له اعطيني ويجي المهندس تقول له اعطيني، فلذلك قلع عليك هالمال. هذه ليست كلها من مصارف الزكاه، شحال من وحده ماشي مصارف الزكاه، شحال من وحده، شحال واحد يدير في جمعيه ديالو، واحد في النادي ديالو، واحد في الحزب ديالو، واحد كل شيء، داك الشيء ليس زكاه. الزكاه محدده بمصارفها معروفه تمام، ما تزيدش فيها، لان هذا كاين نوع من بحال الفقه ديال التلاعب بالدين، قلع منا ورد منا وقول انا يخرج الزكاه، خليه عندك احسن لك، الا غادي ما تخرجوش مزيان غير خليه، بعدا يحاسبك ربي قد مسجد من الاول.